الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تتشرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بآسف أن ترحب بكم في هذا الحفل البهيج الذي نحتفل من خلاله بالمتفوقات والمتفوقين من التلاميذ. فمرحبا بكم جميعا، وخير ما نفتتح به هذا الحفل آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم التلميذ يحيى مكاني من مدرسة ابن بطوطة المستوى الثاني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية للحضور الكريم، السيد عامل إقليم أسفي، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس البلدي، السيد نائب رئيس المجلس العلمي، السادة ممثلو الهيئة الأمنية، السادة النواب البرلمانيون والمنتخبون، السادة رؤساء الجامعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات، السادة الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون وممثلو الصحافة والإعلام، السيدات والسادة أعضاء هيئات التربية والتعليم، السيدات والسادة ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بناتي أبنائي المتفوقات والمتفوقون الأعزاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعد. إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن نجتمع اليوم في هذا الفضاء الرحب لنحتفي بمناسبتين كبيرتين تحملان دلالات بالغة الأهمية. الأولى ترمز إلى ارتباط الشعب المغربي بأهله المفدى في غمرة الاحتفالات بعيد العرش المجيد، والتي تخلد للذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين. وما ترمز إليه هذه الذكرى من تجليات التطور والنماء والازدهار التي شهدتها بلادنا وتشهدها الآن. أما الثانية فترتبط بالاحتفاء بجلة من التلميذات والتلاميذ في مختلف المسالك والأسلاك التعليمية برسم السنة الدراسية 2019-2018، وهو احتفاء مستحق بنخبة متميزة من بناتنا وأبنائنا الذين أهنئهم وأبارك لهم تفوقهم الدراسي وأحيي جهودهم وتفانيهم في التحصيل العلمي. لقد اختارت المديرية الإقليمية بأسف أن تجعل من هذا الحفل تقليدا سنويا لتشجيع التميز وتحفيز التلميذات والتلاميذ على بذل المزيد من المجهودات في مجال التحصيل المعرفي والتمكن من الكفايات الأساسية في كل مرحلة تعليمية. وهو حفل بالمناسبة نتوجه من خلاله بالشكر الجزيل لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ على ما يقومون به من جهود لمواكبة أبنائهم وبناتهم وتحفيزهم على الدراسة والتميز. الشكر موصول كذلك لهيئة التدريس وهيئة التأثير والمراقبة التربوية وهيئة الإدارة ومختلف أطر الإدارية بالمديرية وكل شركاء المدرسة الاجتماعيين والاقتصاديين على ما يبذلونه من جهود صادقة من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية الأسفية. واسمحوا لي ونحن نفتتح حفلنا هذا بأن أتقاسم معكم بعض مسارات التميز التي طبعت الموسم الدراسي الذي يشرف على نهايته، ولا بأس أن أذكر الحضور الكريم بالنتائج المسجلة على صعيد المديرية خلال هذه السنة. فبالنسبة لسنة البكالوريا فقد بلغت نسبة النجاح خلال الدورة العادية 62.64% مقارنة بالموسم الماضي حيث بلغت النسبة 53.86، أي بزيادة 8.76 نقطة مئوية. أما بالنسبة للتعليم الإعدادي فقد بلغت نسبة النجاح هذه السنة 71.36% مقارنة مع السنة الماضية حيث كانت النسبة 65.94%، وذلك بزيادة 5.42. أما بخصوص التعليم الابتدائي فقد بلغت نسبة النجاح هذه السنة 94.12% مقارنة 91.11% المسجلة خلال السنة الماضية، أي بزيادة 3 نقاط مئوية، مما يترجم المجهودات التي بذلتها هيئة التدريس بمختلف المستويات الإشهادية وجميع الفاعلين في الحقل التربوي. وهذا ما يدفعنا إلى تقديم خالص الشكر والتقدير للأستاذات والأساتذة الأجلاء على حسن الإخلاص في العمل وعلى المربوط المشهود بها، والتي تترجمها العديد من نقاط الضوء المتميزة في عدد من المسابقات التي شارك فيها عدد مهم من تلاميذ المؤسسات التعليمية بمديرية أسفي خلال هذه السنة، ومنها جائزة تحدي القراءة العربي
مسابقة قصة مصورة، الروبورتاج الوثائقي، مباريات الموسيقى والغناء وجائزة مسرح الشم، كما توج تلامذتنا برتب وجوائز مشرفة في مسابقات أولمبياد الرياضيات، ورسائل الشباب والفيلم التربوي والكاريكاتور ولعبة الشطرنج، دون إغفال المسابقات الرياضية الخاصة بالعدو الريفي والسباحة وألعاب القوى وكرة القدم، وخاصة الدوري ضد المنتخب الوطني ضد المنتخب الوطني الإسباني. أيها الحضور الكريم، إننا بقدرنا نتمم هذه النتائج المتميزة ونبارك لأصحابها، فإننا ندعو في الوقت نفسه إلى الدعم من أجل مضاعفة الجهود لتجويد المنظومة التربوية بالإقليم بتعاون مع مختلف الشركاء وبالموازاة مع ذلك. ونحن نتطلع لتحضير الدخول المدرسي المقبل، نشير إلى أن هناك عدة أوراش تم إنجازها وأخرى توجد قيد الإنجاز، وهي تروم تعزيز البنية التحتية من مؤسسات تعليمية وحجرات دراسية وداخليات ومرافق إدارية وصحية وإصلاحات متعددة في العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم بمختلف الأسلاك ابتدائي ثانوي تأهيلي. وما كان ذلك ليتحقق لولا تضافر شهود جميع الفاعلين، وفي مقدمة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي وعمالة إقليم آسفي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفات والتعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني. ونراهن في نفس الوقت على التعبئة الشاملة لجميع الفعاليات التي لها ارتباط بالشأن التربوي لضمان دخول المدرسي في مستوى طموحاتنا وطموحاتكم. كما لا تفوتني هذه المناسبة الكريمة أن أوجه الشكر الخاص باسم رجال ونساء التعليم بالإقليم إلى السيد عامر الإقليم آسفي على الدعم المتواصل واللامشروط والاهتمام البالغ بقطاع التربية والتكوين بالإقليم والتتبع الدائم والإيجابي لمشاكل وأنشطة التربية والتكوين. والشكر موصول كذلك للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي يدبر قطاع التربية والتكوين بجانب الكثير من الحرص على تحقيق التميز والرقي بمؤشرات منظومة التربية والتكوين من أجل تعويض العرض التربوي جهويا وإقليميا. كما أنوه بالسلطات الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية على المجهودات المبذولة خلال فترة الامتحانات الإشهادية بل وطيلة الموسم الدراسي. كما أشكر جميع المساهمين والشركاء الاقتصاديين الداعمين لحفل التميز بجوائز قيمة، وأذكر على سبيل المثال للحصر المكتب الشريف للفوسفات، المجلس الإقليمي بآسفي، المجلس الحضاري بآسفي، جمعية تنمية التعاون المدرسي، فرع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، رابط التعليم خصوصي. أيها الحضور الكريم، لا يسعني ونحن نعيش أجواء هذه الفرحة بحصيلة السنة الدراسية الحالية وبعيد العرش المجيد لأبنائنا في تراب هذا الإقليم العزيز، إلا أن أتقدم باسمكم جميعا وباسم كافة الأطر التعليمية لأحر التهاني لكل المتفوقات والمتفوقين وكل المتميزين والمتميزات وكل المبدعين والمبدعات، متمنين لهم المزيد من التألق والعطاء والنجاح في مسيرة البذل والعطاء. وفقنا الله جميعا لخدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بولي عهده سمو الأمير الجليل مولاي الحسن وسموه الرشيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
لتتم الاحتفال بما تبقى من المتفوقين والمتفوقات، لا يفوتنا أن نغتنم هذه الفرصة لنعترف اليوم برجل تربية وتكوين عمل لمدة 5 سنوات على رأس المديرية الإقليمية بأسفي. قدم خدمات للمنظومة التربوية. إنه الأستاذ حسن البلالي، المدير الإقليمي الحالي على مديرية نواصر. الأستاذ حسن البلالي قضى فترة تجعلنا نعترف اليوم له بالخدمات والمجهودات التي قام بها لخدمة ناشئة هذه المدينة. السيد المدير الإقليمي النواصر، السادة أطر التفتيش التربوي، السيدات والسادة أطر هيئة التدريس، أيها الحضور الكريم، إنها مناسبة جميلة أن يتزامن تكريم الأستاذ بلالي مع حدثين. الحدث الأول وهو احتفال بذكرى عيد العرش المجيد، والحدث الثاني هو الاحتفاء بالمتفوقين والمتفوقات من التلاميذ. وهكذا كان السي البلالي خلال فترة 5 سنوات من المتفوقين بهذا الإقليم. هذه مناسبة لرد البعض من الجميل لرجل سهر 5 سنوات وكنا نحن بمعيته من أجل مصلحة هذه المدينة، فقد أبلى البلاء الحسن، ونشهد له بذلك ونهنئه على 5 سنوات التي قضاها معنا، ونطلب من الله عز وجل أن يوفقه في مهامه بمديرية النواصر. نتمنى له كامل التوفيق ونهنئه، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد المدير الإقليمي، ونطلب من السي حسن بلالي أن يتفضل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد المدير الإقليمي المحترم، السيدات والسادة كل باسمه وصفته، أعزائي عزيزاتي التلميذات والتلاميذ، بداية يسعدني كل السعادة وكل فرح أن أنا أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل لكل مواطن من هذا الإقليم. لماذا؟ لأنني تقلدت مهام المسؤولية منذ سنة 2013 إلى أواخر موسم دراسي سنة 2017-2018. تقلت مهام مسؤولية جسيمة على مستوى الإقليم، ما كنت لأتحمل هذه المسؤولية بكل سلاسة لولا التعاون الكبير والدعم والمساندة التي تلقيتها من كل ساكنات هذا الإقليم. وهذا ليس بجديد على هذا الإقليم ولا على هذه المدينة الجميلة التي رسخت في قلبي العديد من الآثار، ستبقى خالدة وموشومة طيلة مصاري. ولا في الحياة كنت دائما أحس لهذه المدينة مكانة دائما في قلبي هي وأبنائها، وأنتم اليوم تباهرون على أن مدينة أسفي مدينة شامخة، مدينة إعطاء مواطنها يتحلون بكل ما تحمل الإنسانية من دلالات. أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل لكل أبناء هذه المدينة، سائلا الله عز وجل أن يديم عليهم الأفراح والمصرات والتألق لأبنائهم ولأبناء المدينة،
وطالبا من الجميع خاصة الذين يسعون على المنظومة التربوية بالإقليم إلى بذل مجهودات كبيرة لتكوين الناشئة التربوية لكي تكون مستقبل مدينة أسفي كما كان ظاهرا يكون مستقبلا كذلك ظاهرا. أنتهز كذلك هذه المناسبة للتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني على وأثناء قيام مهامي على رأس هذه المسؤولية، لا من موظفين من كلنا نسمح لنا نقول هذا الكلام، يمكن من أعوان الحراسة والنظافة إلى أغلى على مسؤولية بالإقليم، المدير الإقليمي، رؤساء المصالح، جميع الموظفات والموظفين على مستوى مقر المديرية، الفرقاء الاجتماعيين، الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرين، جمعيات الآباء، المواطنين، التلميذات والتلاميذ، السلطات المحلية على رأسهم، العمال الذين اشتغلت معهم، السيد الوالي السابق السي عبد الفتاح الجيوي، السيد العام الحالي، الكتاب العامون، النواب البرلمانيين، رؤساء الجماعات، المنتخبون، الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني، النسيج الجمعوي، الجميع كلهم ساندوني في أداء هذه المهمة. شكرا لهم جميعا، شكرا لهم جميعا، شكرا لهم جميعا، شكرا لهم جميعا. شكرا للسيد المدير الإقليمي، ونحن إذ نكرم الأستاذ حسن بلالي نكرم من خلاله كل الأطر التربوية من رجال ونساء التعليم بالمدينة العزيزة وبالوطن الحبيب. فشكرا لك أستاذ حسن بلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل المرسلين أجمعين. حسن البلالي، مدير إقليمي سابق، مديرية إقليمية الأسفي. سعيد جدا بالحضور هذا اليوم في إطار هذا الحفل، في إطار هذه الالتفاتة التي تتزامن مع حفل التميز الإقليمي الذي يميز التلميذات والتلاميذ المتفوقين بالإقليم. أن تكون هذه الالتفاتة لي هذا يثلج القلب، يرسخ في قلبي واحد مجموعه من الامور الايجابيه الجيده على المدينه وعلى كل مواطنيها وعلى كل رجالتها ونسائها. هذه المناسبه اتقدم بالشكر الجزيل لهذا المنبر الاعلامي الجيد الذي يتتبع كل صغيره وكبيره بالاخليه، متتبع للمنظومه التربويه، مساند لها، مساند للمدرسه المغربيه. اشكركم بكل جزيل الشكر، وهي مناسبه اتقدم لكل ساكنه مدينه اسفي صغيرا او كبيرا كيفما كان سنه ذكرا او انثى، اتقدم لهم كلهم جميعا بالشكر الجزيل على كل ما قدموه لي من مسانده ودعم اثناء تقلدي مع المسؤوليه بهذا الاقليم. متمنياتي كل الصادقه لهم وللمدينه ان تبقى متوهجه، متفوقه، متقدمه، متمنين لها كل الازدهار كما عودتنا على السابق، متمنين كذلك لكل مواطنيها كل تفوق، كل خدمة لهذا البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد زمهار، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأسفي. هذه مناسبة سنوية نحتفل بها بذكرى عيد العرش المجيد، وكذلك نحتفي بالتلاميذ والتلميذات المتفوقين والذين أبلوا البلاء الحسن بمعدلات جد مرتفعة في الامتحانات الإشهادية، وهكذا بلغت نسبة النجاح في الدورة الأولى بالبكالوريا وصلت إلى 62.64%، وستصل بحول الله إلى أكثر من 70% خلال الدورة الاستدراكية. كذلك بالنسبة المستوى الإشهادي الثالث إعدادي وصلت نسبة النجاح إلى 71%، وهي نسبة تفوق النسبة المسجلة السنة الماضية والتي لا تتعدى 65%، أي بزيادة مجموعة من النقاط. كذلك بالنسبة للتعليم الابتدائي تم تسجيل نسبة 94% بالنسبة لامتحان نهاية الدروس الابتدائية،
وهي نسبة تفوق نسبة المسجلة السنة الماضية ب3%. إذن بشكل عام احنا نشكر كل من ساعدنا من أساتذة وأستاذات وأطر إدارية وتربوية، وكذلك نشكر السيد مدير الأكاديمية على دعمه المتواصل، ولا ننسى السيد عامر إقليم أسفي الذي آزرنا في السراء والضراء بكل ما أوتي من قوة وجهد من أجل الرفع من المستوى التعليمي بهذا الإقليم السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفني أن أتقدم باسم المديرية الإقليمية لأسفي بهذه الكلمة، وأتحدث عن هذا الحفل التتويجي لنهاية السنة الدراسية 2018-2019، والذي يأتي في سياقين مختلفين. الأول هو الذكرى العشرين لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، والمناسبة الثانية هي حفل التتويج والاحتفاء بالمتفوقات والمتفوقين على الصعيد الإقليمي بجميع الأسلاك التعليمية. هذا الاحتفال أو هذا الاحتفاء بالمتفوقين بطبيعة الحال هو نتيجة ديال سنة من الدراسة، سنة من الجد والعمل، سنة من المثابرة. ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر الكبير لجميع المتدخلين والجميع الفاعلين في الحقل التربوي وجميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اللي بطبيعة الحال ساعدوا المديرية الإقليمية لتحقيق هذا الإنجاز ولرقي بنسب النجاح في جميع الأسلاك. ولا أدل على ذلك أن نسبة النجاح هذه السنة في البكالوريا كانت 62.64%، ونتمنى إن شاء الله أن نحصل على نتائج أكبر في السنوات المقبلة إن شاء الله. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي ما فتئ يساعدنا على تحصيل جميع النتائج ويساعدنا في جميع المراحل والتتبع الدقيق لارتقاء بالمنظومة التربوية بالإقليم. وكذلك الشكر الجزيل للسيد عامر إقليم أسفي على كل مجهودات وعلى التتبع ديال الحقل التربوي بالإقليم. ولا وأشكر كذلك جميع الفاعلين التربويين وجميع الشركاء الاقتصاديين، ولا أود أن أذكر أسماء يعني الكل ساهم، يعني المجلس الإقليمي، المجلس الحضارة إلى آخره، يعني الكل ساهم في هذا الحفل وفي هذا التتويج. نحن فرحون اليوم بهذا الإنجاز، نحن فرحون بتلاميذتنا وتلاميذنا على تحقيق هذه النتائج، ونتمنى إن شاء الله أن ترقى هذه النتائج إلى نسب أكبر في السنوات المقبلة. وأتقدم بالدعوة إلى جميع الشركاء لمزيد من الجهود ولبذل المزيد من الجهود. الحقل التعليمي بالإقليم هو حقل متاح للجميع، الأبواب الحمد لله بالمديرية الإقليمية مفتوحة للجميع لكل من يريد أن يدلو بدلوي في هذا الحقل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم أنا بسمة دهنون، حصلت على النتيجة الأولى بإقليم أسفي المستوى الثالث السنة الثالثة إعدادي بمدرسة البلاطو بالسودة. حضرت اليوم هذا الحفل اللي كان راقي جدا، وكنشكر جميع الأطر المتدخلة بشكل بعيد أو قريب في تنظيم هذا الحفل. كنشكر الأساتذة ديالي والمدرسة ديالي اللي عاونتني، وكنشكر والدي اللي سهروا معايا وتعبوا معايا، والحمد لله على هذه النتيجة اللي حصلت عليها، وإن شاء الله نحصل على نتيجة أحسن ونحضر معكم مرة أخرى في هذا الحفل. نائبة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لأسفي على تنظيم هذا الحفل السنوي والذي يصادف هذه السنة ذكرى الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين. هذه المناسبة في الحقيقة هي مناسبة ديال الاعتراف الضمني والاعتراف بمجهودات التي يقوم بها الأطر التربوية والأطر الإدارية والأطر المراقبة والتفتيش وجميع الفاعلين من جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكل الفاعلين الذين لهم علاقة بالمنظومة التربوية. فهذا الحفل التميز من خلاله يبين بأن مديرية الإقليمية بأسفي تعتني بتلاميذها وتلميذاتها المتفوقين والذين حازوا هذه السنة على مراتب عليا، حيث بلغت نسب في امتحانات إشهادية امتحان البكالوريا السنة الثانية إلى 62% والسنة الثالثة إعدادي 71% والسنة الإشهادية ابتدائي 94%. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المجهود المضاعف الذي يبذله جميع المتدخلين في المجال التربوي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا يسعني باسم هيئة التقطير المراقبة المديرية الإقليمية بأسفي إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل الذين سهروا
من قريب أو من بعيد، آباء وأمهات أولياء التلاميذ، أساتذة أستاذات، مديرين ومديرات، مفتشين ومفتشات، لتحقيق هذه النتائج الطيبة المباركة التي تؤكد مرة ثانية أن إقليم آسفي إقليم متميز، لا سيما في ظل تكليف المدير الإقليمي الجديد. ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه المسيرة مستقبلا. والسلام عليكم.